أعلن مجلس الشورى أن نسبة حضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الجلسات التي عقدت عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي منذ بدء أزمة كورونا كوفيد-19 بلغت 100%. وقال المجلس في بيان إن هذه النسبة جاءت بعد قرار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بتفعيل عمل المجلس عبر قنوات الاتصالات كخطوة سباقة تحسب للسلطة التشريعية بضرورة التوجه نحو تفعيل مبدأ التباعد بين الأعضاء والعمل عن بعد تفعيلا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم تطبيقها في مختلف مؤسسات الدولة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد. وكان مجلس الشورى قد عقد 5 جلسات عن بعد منذ 12 من إبريل الماضي إلى نهاية فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث عقدت الجلسة الأخيرة بتاريخ 17 من الشهر الحالي.